نظم مصنع الإسمنت بولاية بشار جيكا دورة تكوينية لفائدة صحفيي وممثلي مؤسسات وسائل الإعلام المحلية قصد التعريف بالمجمع ومراحل إنتاج الإسمنت من البداية إلى غاية الإنتاج وإخراج أكياس الإسمنت. كما قدم القائمون على الدورة شروحات وتوضيحات حول طريقة عمل هذه المؤسسة المجهزة بأحدث التجهيزات التي من شأنها إعطاء أحسن نوعية للإسمنت. التغطية لمهدي بوشتة. هو يوم تكويني لفائدة الصحفيين لمختلف وسائل الإعلام محلية لولاية بشار. الهدف منه هو التعريف بمختلف مراحل إنتاج الإسمنت وكذلك المصطلحات التقنية الخاصة بهذه الصناعة. هدف تاعنا إن شاء الله كما درنا هذا العام درنا 33 ألف من تسويق الإسمنت في المدن المجاورة كالمالي والنيجر وموريتانيا، حوالي 333 ألف طن تاع الإسمنت كمرحلة الأولى، وإن شاء الله في السنة الجاية 2022 يكون عندنا برنامج للتسويق تسويق نزيدو نهودو كالسنغال والمال والإفريقيا الغربية بإذن الله.